صباح الخير، حلقة جديدة من أخبار الصباح لليوم الأحد 24 حزيران. تقارير كثيرة رح منكون على موعد معه، أما ضيفتنا أو ضيفنا لليوم فهو المؤلف الموسيقي وعازف الإيقاع روني براك، لنحكي معه عن جولاته العالمية من ستوكهولم إلى ألمانيا والبرازيل، وأكيد أيضا ألبومه الجديد. إنما البداية مثل العادة مع اتصالنا مع مصلحة الأرصاد الجوية. اليوم معنا مدام جوسلين بوفارس. صباح الخير. صباح النور، كيفك؟ الحمد لله منيحة. كثير خير. تفضل، كيف مكمل اليوم التأس؟ مكمل مستقر على الحوض الشرقي المتوسط. اليوم بيكون غائم جزئيا، بس من المساء بيتحول لغائم، فعنا ضباب كثيف على المرتفعات الشمالية. نعم. ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. بكرة التنين غائم جزئيا، كمان دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وبتتشكل الضباب على المرتفعات. التلاتة أخف نسبة رطوبة، قليل الغيوم، عندنا ارتفاع محدود بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل، وكمان بتشكل بس ضباب محلي على المرتفعات. درجات الحرارة اليوم على الساحل من 24 ل 31، فوق الجبال من 15 ل 26، بالأرض من 10 ل 19، وبالداخل من 18 ل 30 درجة. يعني التأس نفسه من هون لأول أسبوع الجاي، بعدين رح يكون في شوية تغيير أو لا؟ صحيح، اعتبارا من الثلاثة أمطار. لا، ما في أمطار. أوكي. بس اعتبارا من الثلاثة يعني بلش ترتفع شوية درجة الحرارة. أربع خميس يعتبر طقس صيفي، لحتى للجمعة بترجع بتنخفض، بترجع هيك بين صيفي ربيع الحرارات مثل ما هي اليوم. أوكي. درجة، لكن قلنا الرطوبة بين 60 و 75%، الرياح جنوبية غربية بين 10 و 35 كيلومتر بالساعة، يعني عم بيكون الرياح لطيفة، عم حتى عم بتبورد الأجواء زيادة خاصة بمناطق الشمال. البحر منخفض الموج لما يجي، يعني في شوية موج بعد الظهر، وحرارة سطح الماء 26 درجة. أوكي، يعطيك ألف عافية، نحن بكرة بنحكيكم. صباح الخير جوال. صباح الخير جوال لك، لكل يلي عم بيتابعونا. رح نعمل جولة مثل العادة على صحيفتين بس بيصدروا نهار الأحد ببيروت. رح نعمل جولة إذا على صحيفة الحياة بالبداية لليوم الأحد 24 حزيران. دمشق تتجاهل التحذيرات وتصعد في الجنوب، وهجوم عراقي يقتل عشرات من قادة داعش، مقتل عميد في الحرس الثوري غرب الفرات. بومبيو، ليس في مصلحة أحد عمل عسكري ضد إيران. العبادي يتهم جماعات بتخزين السلاح بذريعة محاربة داعش. التحالف العربي يشدد على التصدي للإعلام المضلل، عملية فاشلة للحوثيين تستهدف الحرس الجمهوري جنوب الحديدة. كأس العالم تشغل التونسيين عن رفع أسعار البنزين. منتجو النفط خارج أوبك على خطاها في زيادة الإنتاج. رئيس الوزراء الإصلاحي في إثيوبيا ينجو من هجوم. أزمة الهجرة تقسم الاتحاد الأوروبي، والشرقيون يغيبون عن قمة بروكسل. 59 مليون تركي يقترعون اليوم، أردوغان يتباهى بخبرته وأنجي يعتبره فاشيا. وحول قرار قيادة المرأة، اليوم هالقرار بفوت حيز التنفيذ، كتبت صحيفة الحياة بهيدا الموضوع. النساء اليوم وراء مقود السيارة، السعوديات والسعوديون على طريق واحد منصف. وهيدي المشاهد عم نشوفها امبارح من التحضيرات اللي رح تتثبت اليوم على طرقات السعودية. إذا مبروك للنساء، السماح لهم بقيادة السيارة. ك
كنا عم نشوف اذا السيدات السعوديات عم بيتحضروا عم بيستلموا شهاداتهم لدخولهم اليوم حيز تنفيذ قرار سمح لهم بقياده السياره بالسعوديه. وحول هالموضوع كتبت صحيفه الشرق الاوسط بعنوانها الرئيسي: المراه السعوديه تنطلق الشرق الاوسط مع مواكب السيارات بقياده نسويه في شوارع المملكه للمره الاولى وحفاوه شعبيه بتنفيذ القرار. بعناوين أخرى في الشرق الأوسط: النظام يطبق سيناريو الغوطة في الجنوب، مقتل قائد في الحرس الإيراني، والتحالف يحذر من عودة داعش. قيادات الحوثي تتساقط وانشقاق في الحديدة. الدوغان يذكر الناخبين بالإنجازات وإنجي يعدهم بدولة حريات. تركيا تقترع اليوم وصراع على اسطنبول. أقرت وشركاؤها زيادة الإنتاج، أوبك تدعو روسيا للانضمام إليها مراقبا. وختاما بصحيفة الشرق الأوسط: تونس على مشارف الخروج من المونديال، ألمانيا تحيي أمالها بفوز صعب على السويد، والنتيجة كانت مبارح 2-1 لصالح المنتخب الألماني. إذا حول موضوع استلام المرأة مقود السيارة اليوم، دخل القرار إذا الخاص بقيادة المرأة السعودية للسيارات حيز التنفيذ، الأمر يلي حظي بترحيب واسع بالمملكة وأيضا بالعالم. ومنذ اللحظات الأولى بدأت بعض السعوديات ممارسة حقوق، وفيما تنتظر سيدات أخريات إنهاء الإجراءات اللازمة لاستخراج رخصة القيادة. ومثل ما عم نشوف مشاهد من السعودية مبارح، وكمان صورة لسيدات يلي استلموا شهاداتهم. مع هالخبر نكون وصلنا لختام جولتنا على عناوين الصحف. فاصل أول بأخبار صباح، نرجع من بعده منتابع مع المحطات الثقافية والفنية مع جوال. خليكن معنا. بعد الإنجاز السعودي اليوم شفناه بالصحف، وهو الإنجاز بممارسة المرأة لحقها بالقيادة، عم بتعيش اليوم السعودية أجواء مختلفة مع الأمسيات الفنية يلي بدأت تتالى بالأشهر الماضية. ومرة جديدة عم بيكون الفن والرقي اللبناني حاضر بالمملكة، وهالمرة من بوابة الفن الأوبرالي مع الفنانة هبة قواس يلي قدمت أمسية استثنائية بمقطوعات موسيقية اختيرت خصيصا لها المناسبة، مع إضافة مقطوعات من تراثنا العربي أعادة توزيع الأوركسترا السيمفونية. أجواء الأمسية عم نشوفها بهالمشاهد. السعودية إلى لبنان، ومع المهرجانات الصيفية اللي بدأت، ومن بين مهرجانات غلبون الدولية مع الموسيقى ميشيل فاضل بتحية للفنانين فيلمو بهبة، صباح، وديع الصافي، وزكي نصيف. موعد هالأمسية رح يكون ب 29 حزيران.
الهدف هو دعم جمعية كيدز فيرست. من هون كانت أمسية فنية بتحيي الفنانة ميريام فارس يوم الأربعاء المقبل ب 27 الشهر الساعة 10 المساء على خشبة مسرح كازينو لبنان. بخبر أخير وتحت عنوان منمنمات صوتية بتقدم الفنانة جاهدة وهبي أمسية دعما لإطلاق مسرح سمال أند شادوز بمبنى قصر فيرساي بالحمرة برفقة كورال فيحاء وبمشاركة الدرويش وسام الحسن على مسرح جهاد الأندري اليوم الأحد الساعة 8:30. مثل كل يوم أحد منبقى مع محطة غنائية من الزمن الجميل، واليوم رح نبقى مع مقطع من إطلالة للفنان نصر شمس الدين ببرنامج ساعة وغنية سنة 1979 بسكتش كوميدي بيجمعه مع الممثلة فريال كريم. أدى بختامه مقطع من أغنية طلوا طلوا الصيادين كلمات وألحان الأخوين الرحباني، وكأنه القدر اختار مثل ما التقوا على المسرح أنهم يسقطوا أيضا على خشبة المسرح. الفنان نصر شمس الدين توفي على خشبة نادي الشرق بدمشق سنة 1983، وبعد 5 سنوات ودعت الفنانة فريال كريم معجبية هي وعم بتغني جارنا الشويش. منتابع سوا هالسكتش. مغني لامع وممثل ناجح كمان. نصري هالحلقة وكل حلقة عنده مشكلة. عمه بالغربة عمره 99 سنة، يا حرام عطاكن عمره وترك ورثة بالملايين. بدنا نشوف نصري شو بده يعمل. هلا مش بس نصري المشكلة، مش بس نصري محتار وشو بده يعمل. أيوة. في معه كمان فريال كريم. مزبوط. ومعه مرته واخت مرته. أيوة. وفي سكرتيرة وفي قصة وفي ملايين. شو رأيك بقى هدى، اعملي معروف، اعطيني ايدك تروح نحن والمشاهدين نتفرج على نصري. كهرباء كهرباء. افتحوا الباب. الأمريكية. ألو التليفون. ألو افتكرنا الباب يا خي. وين هالأمريكية بعد ما وصلت؟ أنت دليت على البيت مليح إلا تكون ضاعت. حلوين. افتحوا الباب الأمريكية. ما شاء الله ما شاء الله. اكتبي على حالك مخصص للنقل الخارجي. في اوكازيون بالبلد. هو اذا في اوكازيون بلشتي تصرفي لورتي قبل ما نقبض؟ ايه انا بنت عز. اهلا هي خليل، كيف العائله؟ بيسالوا خاطرك. جاك تلاكس. قلت اشوف. بقول لك المحامي المستر سميكل انه وصل على بروكلين وبلش المعاملات. دخلك شو اسم المحامي بالانجليزي؟ لاير. انت اسكتي، ما بدي احفظ منك. اللي خيي خليل لوير. لوير لوير. قلت لي اسكتي. سكتنا. بطلكم. تلكسات تلكسات، بين شغل المحامي بين. انا ما بآمن بالمحامين، عالطالع وعالنازل مثل المنشار. هاو ار يو؟ وصلت وصلت. اهلا مستر ناصر. يس مدام ايضا. هاو ار يو؟
قطت هات شو؟ عندكم شوب كبير. امبولز امبولز سوري ويندوز. ويندوز بسرعة. ووتر او ماي جاد. Thank you. I am Miss Ferial. ناطريني. أنا وصلت امبارح من بروكلين وجيبت لك سلام من المرحوم عمك. 50 سنة ما بعت لي سلام إلا من بعد ما توفى. يا عيني على العم. ولك قديش إلا مجوزين أنا ونصري؟ بعت لنا 3 مكاتيب بس. نو. الأونكل سلوم كان كتير منيح. وكان عنده 4 سوبر ماركت وخمس مطاعم وشركة تاكسي ومعمل في السوق ونطاحة. نطاحة؟ يعني قصدك تقولي ناطحة؟ يس ناطحة ب60 طابق. البندك سلوم. قديش قلت لك اكتب له لعمك؟ ايه بسيطة بكره بنكتب له. ايه بكره بتكتب له. تكتب له؟ بس هلا مات. دعان شبابك يا عمي. 99 سنة وكان يرقص دبكة وشارلستون كل يوم للساعة 3 بعد نص ليل هو الستات. اما نحن جنسنا هيك. انا 50 سنة وما في شعرة شبابي. انت بتحط راسك وبتنام من الساعة 9 ولك يا ريتك مثل عمك. طبعا عمي ما كان عنده هم ولا مجوز ولا عنده مرات شارعه تقصر له عمره. ايه سكوت دخلك بشو مات؟ مات باكسيدانت كار. شو؟ كان نازل بسبق سيارات بين سان فرانسيسكو واوهايو. يا ديهان شبابك يا عمي. ما كان يذكرنا؟ كتير يا مدام. كان يقول يا ريتني فيني شوف ناصر ابن خيي. وانا كنت دايما اقول له يا مستر سلوم الدنيا فيها حياة او موت، انت لازم تورط ابن خيك. وهو كان يسمع مني؟ يمكن ايه يمكن لا. على كل حال يمكن الوردة تطلع من نصيبكم. ايه انا بروح على امريكا. المستر سلوم كان يضله عنده القناصل والتجار المهمين وعنده فيلا ب20 أوضة، أوضة بتطل على جسر بروكلين. هيدي بنعملها أوضة سهرة. وأوضة بتطل على النهر. هيدي بنعملها للضيوف. لا يا حبيبي، أنا مش مستعدة أعمل بيت بأمريكا مضافة، يصطفلوا ينزلوا بالأوتيل. أنا مش تحت أمرك، بيتنا كل عمره مضافة. طبعاً مستر نصري. اطلع لك مستر نصري. انا جاي ساعدكم، انا بدي ساعدكم على الورثه. انا رايي انك تسافر على امريكا. معك حق، بس هلا صار بدنا استاذ يعلمني انجليزي. انجليزي مستر نصري، انا بعلمك انجليزي. مستر نصري عجبوني شويربك هيك فيهم كرامه، عز موسم الأز. شويربك مثل الزناتي خليفة. طلوا الصيادي وسلاحهم يلمع يابا، في عصفورة لو نرماد تطير وتتدلع يابا من وادي لوادي وما قدروا عليها الصيادي. ايضا من المحطات الثابتة كل يوم احد اتصالنا مع الإعلامية وردة. صباح الخير. صباح النور، صباح الجمال مع دو جوال، يعطيكم العافية. الله يعافيك. أما عن عناوين المجالس بالأمانات لليوم، فأولا مين أقوى هو أو هي؟ عنوان آخر أنا بعلي وهي بتمشي حدي. بين العناوين المساواة تبقى العبرة بتطبيق القناعات، أما في الخاص فلو فيي. عنوان اللقاء هل ما ينقص المرأة عامل القوة؟ التفاصيل مع وزير شؤون المرأة جان أوغاستيان ضيف المجلس بالأمانات. فإلى اللقاء 8:30 إذاعة الشرق. حلقة موفقة، نحن أكيد نرجع نحكيك الأسبوع المقبل. جوال بنرجع لعندك لنشوف حركة السير. المشغل الياس الحصان معنا من غرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير. مرحبا. أهلا، كيفك؟ الحمد لله، أنتو كيف؟ بتخيل ما في أبدا عجقة. مظبوط. يلا خلينا نعمل جولة سريعة. حركة السير عم تكون جدا خفيفة على مداخل العاصمة بباقي المحاور، منبلش من مدخل الشمال لنهر الكلب
نعم. السير عم تكون جدا طبيعية، بتضلهم كفية هيك باتجاه أنط الياس. الطريق البحرية عم تكون عنا فاضي ما فيها شيء. بالنسبة للزلقنا الرموط أيضا حركة السير عم تكون خفيفة، بتضلهم كفية هيك باتجاه الفورم وصولا إلى الصيف وسط المدينة. أوكي. أما بالنسبة لبولفار سن الفيل والمازح حركة السير عم تكون جدا خفيفة، بتضلهم كفية هيك باتجاه الصالومة وصولا إلى جسر الواطئ. أما المدخل الجنوب سبورت سيتي أيضا حركة السير عم تكون خفيفة، بتضلهم كفية هيك باتجاه جسر الكولا وصولا إلى نفق سليم سلام. كمان عنا على صعيد المدخل الشرقي أيضا حركة السير عم تكون طبيعية، بتضلهم كفية هيك باتجاه أوتوستراد الرئيسي من لحود. وعنا على مستديرة العدلية أيضا حركة سير خفيفة. هذا بالنسبة لحالة رؤية لليوم. نعم. قبل من الإشارة أنه سجل عنا خلال 24 ساعة الماضية 13 حادث نتج عنهم قتيلين و20 جريح للأسف. نعم. أما بالنسبة لمخالفات السرعة الزائدة الرادار تسجل عنا 908 مخالفات بال 24 ساعة الماضية. نتمنى من جميع السائقين التزام قانون السير، ونطلب منهم يتابعونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر @TMC لبنان أو على الفيسبوك غرف التحكم المروري لنفيدهم كل جديد عن وضع الطرقات. هيدا كل شيء حتى الساعة. أوكي، شكرا لك، يعطيك العافية. ألا معك فاصل بنرجع نتابع من بعده أخبار صباح. صباح الخير. بتقريرنا الأول لليوم رح نتوجه شمالا باتجاه طرابلس وتحديدا نهر أبو علي يلي بمر بمدخل العاصمة الشمالية. النفايات الصلبة والمرمية بمجرى النهر عم تنتج مشكلة بيئية وصحية كبيرة بتعرض أهالي طرابلس للخطر. بالمقابل الأهالي رفعوا الصوت باتجاه المسؤولين والبلدية، فهل من يستجيب؟ تقرير لزميلتنا بشرى عبيد. هذاك سيرد اجى على النهر عم بقول لي هيك عم يتطلع فيه، لقاه معكر وسيرد هيكي وهي. قالوا لك شبك يا صاحبي؟ قالوا اسكت يا صاحبي، كل ما قطعنا قرفه بيجي قرف، واعرف من هيك ما حيصير. طبعا زعلان وحردان وعم يبكي من زبالة. البحر صار كله مرض من زبالة، سمك البحر بيسمم من زبالة تبع ابو علي. ابو علي زعلان منا وزعلان علينا، صح؟ نهر أبو علي اللي كان يسمى قديما نهر الغضبان للدليل على فيضانه الجارف، ربما هالتسمية بتلبق له أكتر لأنه ما زال غضبان، فصورته بتعبر عن واقع مأساوي بعد تحويله من نهر لمكاب للنفايات. تغيرت عهود وتغيرت وجوه، وما زال وجه أبو علي الصارخ من الأذى بيستنجد بالمسؤولين لنايمين بثبات عميق. كله عمرت شين بالريحة، كلها هيدي جراثيم للأطفال وللكبار وللصغار. نحن هلأ منا هون، إذا نوصل على التل على البلد لهوني بتشمي الريحة. إيه ما فينا نمشي إلا نحط شيء. برغش بعدين البرغش معاه أسولاتنا كله قرف قرفر، لا صبحية ولا ظهرية ولا العصرونية، ما فينا نقعد برا من البرغش. أصعب شتوية، شتوية بيجي المي شتوية بياخدها هالروايح عالدنيا، بس بالصيف صعبة. نمر قمر الطريق بنقدر أتحمل الريحة، اللي عايشين هون كيف متحملينها؟ ما بيتقبل، لا فينا نمشي لا من عن الريحة وحشة. أنا بجي بس أشوف أهلي، بس بدي صرف أطلع من هون بعدين لأنه الوضع كثير مقرف هون صراحة. المعنيين نايمين على فراشهم المخملي، محمود مثله مثل كل جيران النهر له قصة مع أبو علي وعتبهم على بعض كبير، أما تراشق المسؤوليات فما زال سيد الموقف. ديك شبيكي بيطل على النهر، أكلنا ملوث، شربنا ملوث، معيشتنا هون ملوثة، يعني منا قادرين نفتح شباكنا، عم ينصبوا الأولاد بمرض، عم ينصبوا بعقص، جرسوهم من وراء المشروع هيدا اللي عملوه. أنا عندي حساسية وبطني مريضة من حيد النهر. تسعل كتير، تلقط جرسوم من النهر ومكروب ووسخ وقرف الزبيلة قدام بيوتنا. أنا ما كان شفني شيء، صباي سرطان، نال على العدة بعيدية نفس، نال على المرض. هذا النهر كنت تسبع فأنا وشرب منه،
بس يخسروا يخسروا على الشعب اللبناني. انت مستغربه وش ابني هيك والمجرير ومع المواطن الشعبيه هيك يعني يعني هالبيئه هيدي ما في بيت الا كله تعبان نفسيا يعني الصغار والكبار. طبيعي للنهر اعتدنا على رؤية نفايات وخضرة فاسدة بتغطيها تياب تالفة، هون حذاء طايش وهونيك سمكة قضت بسبيل إحياء الضمير. عندنا محلات مشان نستلزق فيها بس ما لها عالم ما لها نفس تشتري. خوف من الجراثيم، خوف من الدبان، خوف من بعوض، كله هذا بيعمل جراثيم غبرة وما غبرة، لكن لو ضل مفتوح النهر أحسن للمنظار. وفار كتير يعني ما يساء مأساة يعني كل واحد عنده وسخ عنده كذا كليته للأسف بدهم توعية كتير كتير. لازم كمان المواطن يساعد شغيل عمل البجات أو البلدية المفروض هو يساعدهم ما هو يكب. كان اتفو كان في شغال كان في العالم تاكل وتشرب كانت الباصات كلها بتجنن هون كذا شغال الفقير مات والزنجين عاش والزقراء صرت عالم مصريين يعني مصريين عارفين حالنا. متابعين معكم ومن أسابيع قليلة ضوينا بتقريرنا على منطقة ممكن وصفها بحزام البؤس وهي صبرا. هالمنطقة عم تدفع فاتورة الإهمال، ارتفاع عدد الحشرات والقوارض نتج عنه انتشار الأمراض والأوبئة. وبعد عرض التقرير شو تغير وهل تحركت البلدية والمسؤولين لإيجاد الحلول؟ كاميرا أخبار الصباح توجهت مرة جديدة إلى صبرا وعادت بها التقرير. بعد غياب أسبوعين عن تقديم التقرير الأول حول معاناة الأهالي بمنطقة صبرا من البيئة غير السليمة عاودنا الزيارة لتكون النتيجة من سيء إلى أسوأ. بعد ما صار شيء يعني بعد مثل ما هي يعني هذه كلها مخالفات نهار الأحد ما فيك تمشي سمك ولحمة يعني تتفركش ببعض. ما هي رأس العافية هي البلدية، رأس العافية هي البلدية، المفروض أنه لو عندهم عمال يجوا ينزلوا على الطرقات ما بدها الا الريحه. يعني احنا بنساعد الدوله بس ما فينا نكون محل الدوله، نحن في تقصير من الدوله يعني اذا في اهتمام يعني ما معنا شيء. مرقت فتره كان مخفر طريق جديد يهتم هون بساحه صبرا. صار في اوتوستراد هون يجي كل المخالفات شيلها. طيب ليش هلا ما بيعملوا مثل المره الماضيه؟ هلا الدوله بتتذكرنا بس لما نجي شيلوا البسطات شيلوا العربيات هيك بيتذكرونا لما يقطعوا برزاق العالم. وصبرا فيها يعني كثير عالم اولاد دوله اولاد بلد بس ما حدا بيطلع فيهم. يعني هلا كان في عيد من قبل العيد بيومين من اخر رمضان بثلاث ايام ما اجى حدا على المنطقه ولا انضرب ضربه بالمنطقه. نحن شخصيا عم ننظف نحن هون، نحن ندفع مصاري كل ننظف الارض نحن. نحن نعطي جمعيه للزباله كل ما نطفي بدنا محلاتنا. شو نحن شو نحن؟ شو دورنا نحن؟ يعني روح لعند الوزير قول له تعال شيل الزباله يعني لان بيرد عليك يعني بيرد عليك يعني ما هو قاعد على الكرسي خلص ارتاح الزلمه. الصوت لم يصل إلى المعنيين المسؤولين وبالمقابل رفعت أصوات أخرى بوجه بعض الناس المقيمة بالمنطقة والمهملة بحق سلامة البيئة المحيطة. يعني معودين صرنا قليل 100 مرة على مكب الزبالة فوق عادي خلص بمسكوا الكيس بزتوه هون آخر همهم هون كل واحد بياكل بكب هون وهون طلع الزبالة وهون بكبوا قدام بيوتهم عايب
بتلاقي هون بيته بكب الزباله هون، ما عم تطلع الريحه على في الوسخ. جمال حق على البلديه، انا ما بفتكر البلديه، بفتكر اللي عم بيقص اللحمه وما عم بيحطوهم بكراتين يا بالاكياس وبيربطوهم وبكبوهم بكب يعني بالباسكت. هيدي النظافة، هديك الميلة جبل لبنان طبعا لبلدية الغبيرة، وهيدي المنطقة هون بيروت، بقى نحن مقهورين بين هون وبين هون، تعزفتونا ما حدا بزفت، لا اللي بسمعوا ولا اللي بسمعوا، نحن بنكنس ونحن بنشيل الزبالة، طب مين مسؤول عنا نحن؟ جزء من مسؤولية مواطن، بس الجزء الأكبر على الدولة وعلى البلديات عمي، ونقطة على السطر. مين بده ينظف؟ مين نحن الشعب قد ما نظفنا، ما هيدي الشوارع لمين مش للدولة؟ طب احكي لك شغلة، انه خيي فات على الحمام على قلب البداية هو وقاعد طلع الجردون من قلب البداية بيتنا على الطابق الاول، فات من البرندة قاعد لي تحت الكنباية عم بشرب نسكافيه الصبح انا وسلفتي عم بتطلع ياي هربنا. غرفة الجرادين يلي اعتدنا على سماعها بالمدارس تخويفا للطفل المشاغب لا تصلح مع الأطفال المقيم بصبرة، وبيبقى هالملف مفتوح على أمل أنه يكون في أذان حريصة على صحة المواطن وعم تسمعها الصرخة. عذبوا المس، قالت لهم المس هلا بدي نزلكم على أوضة الجرادين، ربطتهم ببعض كانت تنزلهم، سألت المديرة وهني خايفين أم سمحتهم المس. فأنا ما بخاف لأنه كمان بالمنطقة في جرادين، إذا ما لم نحبنا جردون ندعسه. لا في بلدية ولا في حكومة ولا في اقتل أسرة، اعملي اللي بدك إياه بلد فلتاني. الله عين الشعب، عرفت كيف شعب رايح ضحية. منتابع مع السؤال اليومي، شو عم بتفكر بهاللحظة؟ هيدا كان سؤالنا للناس وأجوبتهم منتابعها بهالتقرير. عم فكر بالشغل، عم فكر بهالحياة بهاللحظة، يحسنوا هالبلد، يعملوا مشاريع. عم فكر بولادي، بابني اللي بعيد عني، انه كيف عايش بالغربة، مبسوط مش مبسوط. عم فكر بشيخ سعد بحبه الآن، اوصل على البيت شوب. عم فكر بهالحياة، عم فكر شو بدي اخذ اغراض على البيت. عم فكر بهالمعيشة وقد الدنيا غالية، رح اعمل غدا لأولادي. بامية اخذها معي بامية. عم فكر بولادي، عم فكر بشغلي ومصلحتي، عم فكر انت رح يجي زبون لعندي يفوت. تشويش، افكار مشوشة ما عارفين شو في بهالبلد، بلد ماشي بالهواء. شو عم فكر يا كبير؟ والله عم فكر شو بدي اكل. طلع بوشي ابو علي، اطيب ساندويتش ابو علي بالعالم، دجاج. ليك منا فريج ليك، اقسم بالله لك من الريحة بتجي لعنده لأبو علي. بهاللحظة عم فكر بالهجرة، انه هاجر من لبنان. نحن من روح مثلا بسافر انا كم يوم بشتاق للبنان، بيجي بعد بقول يا دلات هونيك ما في لا في نظام ولا في شيء ولا مأمن شيء ولا بفكر بشيء الا بالشغل، يخلص الشغل بفكر بشيء تاني، بفكر اظهر صحة على البيت. اي طريقة بدي اروح، بروح هيك او بروح هيك. انا بفكر بالنتائج، نتائج البرافه برب العالمين، على طول بقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، ما في غيره. والله ما عم فكر الا بمرتي واولادي. عم فكر انه نجيب جزدان. شو كنت عم فكر؟ جاي عند حكيم اسنان موجوعه. شو في شيء فكر بالبلد ما خرج فكر فيها؟ ما عم يخلونا شيء نفكر. عم فكر بالذهب. عم فكر كيف بدي جيب هلا نص فروج واتغدى، وقال له يكتر التومات هلا صار ترمي الغدا، شايف فروج ما شايف الا الفروج هلا. بهاللحظه الصدق والله العظيم عم فكر شو بدي اعمل، حدا تارك شغله هاي شغله على الكولا فلو، عم فكر شو بدي اعمل انا برقبتي عائله، وعم بقول الله يعين اللي مثلي. عم فكر بالقدوه شو طالع علي، بدي اعمل فحوصات بكلفوا شو 200,000، جيبهم ال 200,000. عم فكر بالفوتبول. عم فكر مين بده كاس العالم، المانيا. انا عم فكر كيف بدي اوصل على البيت، بقول لك بالسكس.
رح نبقى من الشارع اللبناني ومن السؤال اليومي إلى كلمة اليوم، منشوف سوا كلمة من بعد بريك ومنرجع. أنا قاعد بالبيت مسكين. كنت أشتغل ميكانيك، تورنير ميكانيك. أنا عندي 6 شغيلة، عندي بسوي مكانات، كل شيء مكانات بسويه، بيع حديد، بيع نحاس، بيع ألمنيوم، بيع كربير، بيع كل شيء. بيردوا لي ركض. ليش؟ بسوي شغلة من قلبه. بسوي شغلة ما في سيارة إلا كله بسويه. ما في سيارة إلا كله بسوي العشمانات لهذي. كل لهذي ما في شغلة منزوعة بحياتهم ما بيعرف يسويها بسوي يعني. أبداً بسوي. لا متعلم أنا متعلم فرنسي very well very good je suis parlé français très bien بلحم حام كهربي 7 نيل أكسجين عندي بضاعة كتير دي تحت على الصيف تحت كلهم صاروا 3 طن حديد عندها كلهم صاروا ما خلوا لي برغة القرش بتشتري فيه 5 مقدونسات القرش كان بتشتري 4 مقدونسات الحمد لله كنت مليونير والحمد لله من زمان من سنة 1943 أنا قاعد هونيك والحمد لله الله عطانا ليش كنت اشتغل بصدق عارف كيف واخلاص كله هيدي مكفولي على 5 سنين انت سيد تعب سيقول لك يا بلش بيركضوا لي ركض حكم بيركضوا لي حكم كلهم بيركضوا لي انا بسوي لهم مكانيت هون الحكم هذه المكنه بتاعت اللي بيخشوا فيها السنين وهذا بلحموا له هن بنحاص ما بيسوى بنحاص ما حكمت سنين انا علموني شو سيوي بسنين طبيعية علموني ايش حكم بيجي لعندي انا عندي 4-5 حكم بيجي لعندي علموني قالوا لي لما تاكل انا بعض سنين سنين قال لي اوعى بقى طبع سنينك رصهم وساويهم ولما بتاكل قيمهم بالكردونة ما بروحوا لانه بضلوا محشيين وهالي الاكل اللي بحشى مستحيل لما يسوسوا سنينك لا هذا بالاول كان رخيص كان احسن حكيم يجي لعنده دكتور سيمون غارغاريان هذا بروفيسور 5 ليرات كشفيته زمان الله كان انا حي الله حكيم 100 دولار يا 100 ألف 5 ليرات يا من زمان والحمد لله تضلها عافيه من زمان كان الشحروره كانت الشحروره صباح كان يجي فريد الاطرش كان يجي حضرته انا حضرت صباح فريد الاطرش حضرت شو اسمه ماجد لا ما مجد هذه الثانيه ما بقول لك نسيت اسامي جوزت سنة 1960 الله يرحمه أبي قال لي ما بتتجوز قال لي يكون عندك بيت والحمد لله الله أعطانا وسويت كل شيء ست بيت وحلوة والله كان عطينا والحمد لله هالأيام لا بدأت تشتغل أنت وياه لأنه كل شيء غالي بده ينتبه لابن أديب أيام غالي كتير بده ينتبه الواحد على عمله لك على عمله الصالح بقول له انتبه لشغلك شغلك اللي بفيدك كلمة اليوم شغلك اللي بفيدك
اوكي روني، صباح الخير. صباح النور روني، اشتقنا لك. وانا كمان اشتقنا، انه مننبسط نعرف انك بالمانيا والبرازيل وامريكا وين ما كان، بس انه ما تخلينا نشتاق لك كثير بلبنان. وانا عم بشتاق لكم كمان. مزبوط. اول شيء ضعفان كثير منيح اللي بقى لك ضعف عن جد كثير. ايه، وثاني شيء الفيديو شو تغير مفهوم الطبله معك روني بالنسبه لنا؟ هلا دائما بيتغير مفهوم الطبله. لا بس الطبله كموسيقى. وينك وين هالغيبه؟ والله غيبه طويله، انا كثير كثير عم سافر فعلا. هلا السنه 2000 سنه 2017 لهلا كله كان سفر، وانا بنبسط بهيك يعني، ما بتعب بالسفر. بيسالونا اصحابي يعني ما بتعب الك جلادي وكذا، بعد انه بقولن اكيد قاعد على طول. طيب خلينا نبلش بالفيديو اللي شفناه. بنبلش بالفيديو اللي شفناه، هذا هو من اخر البوم لإلي، رابع البوم، هو سايكل اوف ريتيرن تريو البوم، حكينا عنه قبل، نزلته بنوفمبر ونزلت فيديو كليب كمان موجود على السوشيال ميديا. سايكل اوف ريتيرن مسجله مع اثنين من روسيا عايشين بامريكا، واحد منهم بيانيست، بيانيست، والثاني عازف ساكس بس بيلعب قلت البيس كمان، هي الايوي. نفس الوقت واثنيناتهم بغطوا مع بعضهم، ما معنا بيس بلاير نحن. أوكي. هذا الالبوم سايكل اوف ريتيرن. وال الحلو انه بيناتنا الدمج بيناتنا بالموسيقى، كل واحد كومبوزر. اللي خمس قطع بالالبوم لإلي، وفي قطعه لأليكس وقطعه لفلاد، قطعتين لفلاد البيانيست. فريد من نوعه الالبوم عن جد، موجود على موجود اونلاين كمان. بس مثل ما هلا كانت عم تقول جوال انه عم نشوف فيديو مش كتير بيوحي بالطبله وبالموسيقى الشرقيه. نو نو، يعني اكثر عم بتدخل الطبله بالموسيقى الغربيه. انه هاي تاليفه، انا مؤلف القطعه اسمها سايكل اوف ريتيرن. سايكل اوف ريتيرن هو التايتل البوم يعني، سايكل اوف ريتيرن. بس هي انه فيها روح يمكن من وين جاي انا، بس الخلطه يلي الطريقه اللي عم يلعبوا فيها هيك ومتجانسه يعني كتير. مش ايه. جاي اكيد. ايه. اوكي روني، كنت عم اقول انه معك عن جد تغير مفهوم الطبله، يعني الطبله اله اساسيه بالفرقه وايقاعيه كتير مهمه، بس معك صار فيها تكون اله منفرده تماما. اللي عم بعمله جوال هو جوالز. جوال. اللي عم بعمله هو مش بس كآلة، يمكن كآلة طبلة البعدت أكتر عن مفهوم بس الآلة الطبلة، مثل ما كانت يمكن سبق وحكينا قبل عن هيك. الفرق بين كل ستايل بالموسيقى شكل، هذا يلي أنا ما عم بزهق منه، يلي عم بحب كتير أعمله. بين أوركسترا يعني، بعد جاي من ستوكهولم كنت عم بلعب مع رولز في ستوكهولم في الهارمونيك أوركسترا، هلا بنحكي أكتر عنه. أوكي. بين الفيوجن باند اللي عندنا مثل مورجلاند اول ستارز باند، كل واحد من جنسية وكل واحد بيلعب من تأليف الموسيقى، بين التريو، بين سولو بيرفورمنس بيكون عندي، هيدا عم بخليني دائما انه دائما في افكار جديده بالموسيقى. طيب هن عم يتقبلوا الطبله؟ اكيد. يعني خبرنا عنهم، هن رده فعلهم الفيوجن تبع الموسيقى كيف بتصير؟ خاصه مع الاوركسترا عم بيكون الامباكت رائع من العالم عن جد. يعني يا ريت مثل هلا اخر حفله كانت إيه؟ بستوكهولم. خبرنا عنها اول شيء، كيف صار؟ شو اهميتها؟ اهميتها كثير 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 عاليه، لانه هيدا فريد من نوعه، مثل الفيديو جيم ستوري اللي انا عم بعمله من 2005 لهلا. سبق وحكينا عن طوكيو، عن دبليو دي ار ريد اوركسترا بكولون، هيدا من ستوكهولم. هي من ستوكهولم، هيدا من ستوكهولم مع الرجل في الهارمونيك، ستوكهولم في الهارمونيك. عم نلعب بالكونسيبت. خلينا قبل ما نحكي عن داتا بالتفاصيل، خلينا نسمع شوي. عم بتقلنا الحكي مش مثل الشوفي. شو شفت؟ انا بزعل بس على شغله انه يعني شو هل بس هيك اصغاء يعني في رهبة. مثلا انت وكل العالم معي عم تحضر، كانت غير ما واحد يحضر على الفيديو، فعلا الاحساس يلي بيكون عندي كتير 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 عالي وكتير حلو. انا يعني حسيت هيك، يا ريت لبنان كله عم يحضر، بس انه بعرف صعب مش هينه. يمكن في احلام تتحقق بالاحياء بالحياه، انا يعني يلي كنت بحلم فيه عم يتحقق بصراحه.
بس عم بتحقق خارج الاراضي اللبنانيه، ما بتحلم انه يكون عم بيصير هون بلبنان. بس هذا غير شيء كليا يعني، غير مستوى. مش قصه غير مستوى، غير مستوى ايه، لانه الفيديو جيمز كمان منا كتير بوبولر بلبنان، بس هي باوروبا بالعالم كله. ونحن عم يعني انا عم بشترك بهال الفيديو جيمز تور، هو البروموتر الالماني، بس من يعني لعبنا مع لندن سيمفوني اوركسترا انا مرتين، واول لبناني بلعب معهم. انا تاني مره بلعب مع رويال فيلهارمونيك بستوكهولم. بس قديه فيها رهبه انه يكون كم عضو بسكتهم؟ هلا العالم يمكن كان في شيء 1200 1300، الاوركسترا شيء 80 واحد، بس حتى الاوركسترا التجاوب مع الاوركسترا اللي عم بيصير هو كثير بيشوفوا انه شيء غريب فريد من نوعه يعني. هيدا هو الحلو. روني قديه حلو انه تكون سولو لحالك كطبله ومعك اوركسترا هالقد كبيره مؤلفه من كل انواع الالات الموسيقيه؟ احساس كثير حلو، لان انا كمؤلف هذا اللي بنبسط فيه يعني. هلا انا عم بلعب موسيقى فيديو جيمز، بس انا لاعب اوريدي موسيقتي اللي هي مؤلفه الاوركسترا كمان. اوكي. احساس رائع جدا يعني، ما بخبرك قد ايه حلو. بتحس في معك، ما بعرف يعني، انا يعني بنبسط اسمع يعني كل اله اللي عم تلعب والجمع بيناتهم، وحياه ثانيه يعني، عالم ثاني عن جد. كيف فسرتكم؟ بس انه الجمهور كيف تقبل الطبله بهيك حفل هالقد ضخم؟ السكوت والنظام طبعاً بيخليهم انه يسمعوا صح وينبسطوا كتير. بتحس رياكشن، انا بشوف الوجوه، يمكن ما بقدر ركز عليهم انا وعم بعزف كون، بس كتير كتير بدقة بيسمعوا، والتشجيع اللي بيصير بعدين بتحس انه واو. شو انواع الموسيقى اللي عزفتوها؟ هيدي قطعة اسمها كرونو كروس كرونو تريجر، هيدي من لعبة فيديو جيمز مشهورة كتير لمؤلفة يابانية. هي أصلاً بس موزعة على سيمفوني أوركسترا، هي يعني موزعة الميوزك أصلاً فيها طبلة؟ لا 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 ما فيها طبلة، لا لأنه هي يابانية أصلاً. هي فيديو جيمز مثل موسيقى الأفلام، بس موسيقى الفيديو جيمز. طيب بس أنت عم تقدر أنه تخلي الطبلة تكون متجانسة مع موسيقى يابانية اللي هي ما خاصة بالموسيقى؟ مظبوط. صارت، لأنه صارت من زمان بلشنا بهالشيء، والقطعة صرت لعبها شيء 4-5 مرات هالقطعة كرونو كروس تريجر. صاروا حبوا أنه روني لازم يكون عم بيلعب، عم بيقدم بهالقطعة كمان يعني كسبيشال جاست يعني. طيب مين شاغل عليها؟ يعني مين رجع عمل لها؟ مظبوط، الاوركستريشن تبعها عملها واحد من فنلند، من فنلند. دخل عليها الطبله؟ لا لا مش دخل عليها الطبله، هو موزع لها اوركسترا. سالوني شو رايك روني بتركب الطبله مع هيك شيء؟ قلت لهم اكيد. يعني انت اشتغلت مع الطبله؟ ايه ايه. في موسيقى ما بتركب مع الطبله او كيف ما كان فيك تدخلها؟ لا هلا حسب السرعه وحسب يعني، خاصه لقلت الطبله بدك تعرفي وين بدك تحطيها. مزبوط، في محلات انا حتى بالقطعه 18 دقيقه القطعه، نحن ما فرجينا منها لانه كمان مشان حق التصوير او حق الاوركسترا يعني. سألتيني شيء؟ كنت عم بسألك في موسيقى ما بتركب مع الطبلة، وهيدي مظبوط في محلات فيها ما فيها طبلة، أنا ما بعزف فيها، في سكتة فيها طويلة ما بعزف فيها. إيه لا مش وين ما كان فيك تدخلها؟ لا أكيد لا، لا أكيد لا، في محلات بس بعرف وين بدي أحطها فيهم، في محلات لا ما فيها، فيها سكوت بسكوت شيء 5 دقايق يمكن. هي القطعة شيء 18 دقيقة تقريبا، ايه بس في عندي سولو بالنص. بعدين بترجع بتعوضها بالسولو. ما هي بتصير لأنه طوع منزول يعني. هذا الحلو كيف تخلص آخر شيء، وفي محل بكب الطبلة بالنص وبيصرخوا اسم كل الأوركسترا، بيقولوا روني على نزلة روني وسقطها على القد، فكتير حلو يعني. يلا هي ليش ما فينا نشوفها؟ في اشياء مش مصوره، ولانه كمان كان ممنوع التصوير، هن كثير عندهم رولز بتعرف الاوروبي. طيب. اي اسي هلا غير ستوكهولم. غير ستوكهولم لندن سيمفوني اوركسترا في الهارموني دو باري، هيدي كانت بجون كثير كونسرت رائع، لان انا عن جد لي الشرف كمان العب اول لبناني بعتقد على معلوماتي يعني. مثل ما خبروني لندن سيمفوني انه انا اول مره لعبت معهم كلبناني. كثير كان حلو الكونسرت، كان رائع الكونسرت هول كثير حلوه، احساس كثير حلو من بعد ما لعبنا بالباربيكن سنتر بلندن بال 2016. سو عم بجر وعم بجر وعم بجر من اوركسترا لاوركسترا يعني، هذا التور اللي عم نعمل فيديو جيمز. كيف عم بيتواصلوا معك يعني؟ لانه بيكونوا شافوك يمكن بطوكيو اول مره، كنت بال 2012 مش بطوكيو، لا بال 2005 انا بلشت بلايبزيك معهم مع فيلم هارمونيك اوركسترا اوف براغ، بس البروموتر هو بيشتغل معه دائما. انا بيقول لي روني انا وياك بلشنا سوا بال 2005. ايه طيب كنا عم نحكي عن حفله باريس، خلينا نشوف مشاهد منه. نشوف مشاهد منه من السولو. ايه شوفهم من لندن، مش من لندن. ايه
فرنسا. بس فرنسا فيه كمان يمكن. أوكي. روني بين أوركسترا والتانية، بين ستايل والتانية. ما بعرف بين موسيقى وبلد والتانية. مزبوط. كيف تتجانس أنت معهم؟ اول شيء صرت معود وقت تكوني بمسؤوليه بهالشيء. هيدي من باريس. اوكي هيدي من باريس. ايه؟ خلينا نسمعها. قبل ما تبلش العزف بيصرخوا باسمك. هي مكتوبه بالجيم، مكتوب بسكون. أيه. يعني في في محل فيها عيطه بتصير، كل الاوركسترا هن عم بيعزفوا وبيكون الايقاع هون هيك شوي جروفي، يعني بيصرخوا اسمي. هلا على صرخه الاسم انا بكب الطبله بسقطها على القد على حرجي، يعني على كلمه روني، انه هيك مكتوب بسكور، ما بعرف ليش حطوا هيك انه روني. وبلش الصوره وانت انوع وما عندك مشكله. ما عندي مشكله، بالعكس بحب انه 80 واحد عم بيصرخوا اسمك. اكيد. وقت السولو كان شي 3 دقائق، ما كان كثير. 4 دقائق هيك شيء. هو طويل بالنسبه ل اكيد. هلا كنت عم بسالك انه كيف تفرق الموسيقى وانت تعاملك مع الموسيقيين بين بلد والثاني. مثل ما قلت لك، كان انه تعودت انه كثير صرت لعبان مع كثير اوركسترز. ايه في فرق، في فرق بالصوت، في فرق بالكوندكتر. الكوندكتر مثلا تبع ستوكهولم كان غير، هذا الماني، هذاك من فنلندا جاي. بس كلهم طبعا يعني عم تحكي انت توب محترفين، كثير محترفين كثير. طيب. بس انا تعودت وصرت بعرف كيف بدي اتماشى معهم، يعني اتماشى بالسرعات معهم، بالصوت، وبلعب بالاكوستيك انا دائما بالصاله. يعني مثل ما حضرته هون، ما في مايك للطبله، الطبله عم تسمعيها مثل ما هي. هيدا احلى صوت طبل بالعالم تسمعيه بهيك كونسرت هول. طيب هن بيتقبلوا روني كتير. انه ايه شرقيه عم تفوت على موسيقتهم؟ ايه انه يعني عم جد بتهاني يعني. من الموسيقيه وقت نخلص الكونسرت كلهم انه كتير حلو، يعني بهيك بصير في بيناتنا ونتحدث بعدين، وهيك بصير بيسالونا عن الطبله لا بيجربوا هن كمان يدقوا. لا ما بيجربوا يدقوا، بس بيقولوا اف كثير طبلتك حلوه. طبلتك حلوه. مش بس طبلتك حلوه، انه كيف بتطلع هالصوت من قلب اله صغيره هالقد، انه كيف هيك مش معقول. انه ومعروف انك كمان بتعمل هيك مشهديه مع الطبله، يعني مش بس. هلا انا ما بعملها مقصوده يعني، بس انه بعملها لانه بحسها. ايه لانه الخمس لنقول 18 دقيقه القعده فيهم انت على المسرح، التركيز اللي الواحد بيكون فيه ابدا منه هينه، في مسؤوليه، في اعصاب. ما بتسمعي كل شخص من الاوركسترا لانه بعيد عنك، الصوت بيوصل ديلايد لعندك، فكتير بدي يكون انا ايدي مع الكوندكتر مركز. ايه. كتير كل اعصاب بدها تكون على القد، يعني لانه بتفرق السرعه. اكيد بيفرق الايقاع كتير. ايه لانه ما عم نلعب نحن مثلا هيك باند صغير بنسمع بعضنا دغري، كتير صعب لان انا قاعد قدام الاوركسترا مش بالنص. عرفتي كيف؟ هيدي يعني فرق كتير. الصوت عن جد عم يوصل لك مؤخر، يعني بيوصل مؤخر، يعني العازفين ايقاع يلي عم يلعبوا ورا بيوصل الصوت لعندي متاخر. طيب وكيف مأخر. كيف هون هي هون اللعبه هون ما فيني لكم، سوري ما فيني لكم. هون طيب روني حكينا عن باريس هلا، وخلينا نحكي كمان عن مشاركه لإلك كانت ببرازيل. ببرازيل كثير حلو، بس الحدث كان لبنان، لبنانيز فيلم فيستيفال. مزبوط، بانوراما لبنانيز فيلم فيستيفال. وهيدي انا عم بلعب مع فريق سامبا مشهور كثير اسمه مونو بلوكو. هلا بخبركم شو بدعم سامبا. We'll be right back.
هون عم نشوف كونسبت مختلف تماما. وهذا انا هذا كثير بحبه. بحس انه هون اكثر شيء لقيت نفسك. هلا اكيد هونيك كثير حلو وروعه، بس هون الموسيقى البرازيليه موسيقى السامبا بتلبق كان مع الطبله. كثير كثير بتلبق مع الطبله. ايه ليه؟ لانه عم تحكي نفس اللغه، يعني عم تحكي مع نفس اللغه يلي هن من وين جايين. هون عم نلعب الايقاع اللبناني يلي نحن بنستعمله للدبكة. اول مرة عم خبركم انه بيدرو لويس هو رئيس الباند مونو بلوكو، كتير مشهورين. يعني انا عرفت عنهم مين مونو بلوكو وكيف الجمعة اللي صارت بيناتنا. بشكر لماركوس مسلم يلي هو عرفنا على بعضنا، بقدم له تحية لماركوس لانه ايمن فيه وعرف، ما كان عارف شو منا نعمل نحن بهال. قال لي كيف تمرنتوا مع بعضكم بعد الظهر وعملتوا كونسرت عشية، كيف حكيتوا مع بعضكم؟ قلت له يعني حكينا بالايقاع. قلنا انه علمتهم شيء. شو علمتهم؟ الايقاع اللبناني هو اللي بنستعمله نحن للدبكه، تك دب تك دب، مثل ما سمعتوا هذا. هون خليتهم قسمت التقسيم تبعهم بالات يلي هن عم يلعبوها، بس كل واحد يعني بين اللو بين الهاي الالات تبعهم، كيف نحن بنلعبه على الطبله او على الطبله العربي. فقسمتهم انه يلعبوا على ستيل بالات السمبا، بالاتهم هن هن. كثير طلع حلو كثير، وعلى المسرح الصوت الضخامة الصوت بيطلع بالإيقاع. يعني أنا كتير كتير من أنا وصغير بحب لعب مع سامبا كلاس. يعني غير جو هونيك مسرح وكتير هيك تيري وهن هون جايين قليل لأنه المسرح صغير وهيك جايين قليل، بس إن عادة بيكونوا بالميات، يعني بالكارنفال اللي بيصير عندهم بيكونوا بالألفات وشي مرايهم بيحضروا بالمئة ألف. بس خليني أحكي عن المشاريع اللي جاي. المشاريع الجاي هلأ أنا عندي ستوديو وورك كتير، عم بعمل موسيقى تصويرية لأمريكا دوكيومنتري، يعني عم بشتغل موسيقته كتير بياخد وقت كتير، بس أنا كتير بحب هيك لأنه تشالنجينج لإلي. دايما في تأليفات للبيانو على طول، في سفر للوركشوبس بألمانيا عندي شهر الجاي لتلاميذ من عنو موسيقى عربية جمعة وركشوب. كل سنة عم بيصير عم بيتداول كل سنة هالمشروع عم بيكون اختار لتلاميذ. كتير حلو والنتيجة رائعة، وأنا هيدا لإلي كتير يعني هون عم تنشرها يعني هون. كتير حلو بين إيقاع التمارين اللي بنعمله مع التلاميذ إشي بالجسم بالإيقاع التحضير اللي بيصير موسيقى عربية بجمع بيطلع بيعملوا كونسرت آخر شيء عن جد. في وفي بدي احضر هلا للنيو البوم كمان هون بتصير بالمهرجانات. في عندك وقت؟ وين؟ بلبنان؟ بلبنان؟ وين؟ لا 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 ما عندي شيء بلبنان، سوري ما عندي شيء بلبنان. لانك مش عم تجي؟ لا بقعد هون شوي في الاستوديو بكون اغلبيه الوقت يعني، بس انه لا مبسوط انه في مهرجانات كتير، بس مش ضروري بكون مشترك فيه. بس انه خلص انه شوي ركز على الجمهور اللبناني. نو من لهم يعني من وقت لوقت بنضل نقلد شيء لنشوف. هلا شو فينا نعمل مع تريو مع مشروع تاني. كان عندي تور بنيذرلاند كمان 3 أشهر قعدت هونيك مع حدا كمان. وين بدك تكون بلبنان؟ طيب هلا شيء قريب حفله بلبنان ما في؟ لا ما في شيء بلاند هلا، بس لازم نعمل شيء مع تريو. يعني حابب كثير اعمل شيء مع تريو. بس عملنا بلبنان نحن هيدا اسمه لايف ان بيروت مسرح المدينه مورجنلاند اول ستارز باند. نحن بنلعب مع بعضنا كل واحد من جنسيه. كان عندنا هلا ببرلين سال بيير بوليز، كان عندنا باوستبروك، كان عندنا بالماتي بكازاخستان نفس الباند اللي عم نلعب مع بعضنا. اوكي نحن بس بدنا نقول اشتقنا لك بلبنان، بس اكيد بننبسط على كل النجاحات اللي عم تعملها برا. اهلا وسهلا فيك روني، طلع علينا من وقت للتاني. طلع اهلا وسهلا فيك. ميرسي لكم. فاصل وبنرجع نتابع اخبار الصباح.
متابعين معكم ومع بدء موسم الصيف بلبنان بتبدا معه المهرجانات الدوليه والنشاطات الثقافيه والترفيهيه بمختلف المناطق. بيوم الموسيقى العالمي محبي الموسيقى كانوا على موعد مع هالحدث يلي شهدته عدد كبير من شوارع وسط بيروت. كيف احتفل اللبنانيين بيوم الموسيقى العالمي؟ منتابع سوا بهالتقرير. عيد الموسيقى وعيد الأب اثنين مع بعضهم وكتير مبسوطة وجاي أحضر الحفلة بنص بيروت. أنا ساكنة بالجبل، بعيش بيروت، بعيش السويد، بعيش سيحت النجمة عن جديد. هذه بيروت اللي دائما نحلم فيها. ما فينا وقتا في موسيقى لازم الروس. بيروت وبأجواء موسيقية ومع فرق عالمية احتفلت ساحة النجمة بعيد الموسيقى العالمي لتكون هالساحة فرصة للتلاقي على الفرح والموسيقى والثقافة. فات دو لا ميوزيك بنسخته ال 18 مسرح عم يتنقل على كافة الأراضي اللبنانية حامل أصوات وآلات موسيقية بأنواع المختلفة. السنة بنحب هيك الواحد بيعمل شي تاني بكزي وهيك بيسمع شوية موسيقى حلوة. حلو بيجيب لك أجر غريبة كمان على البلد وولاد بيروت كمان هيدي اوبورتونيتي لقدهم يطلعوا ويشوفوا بعض ويتسلوا. ضروري نروح وندفع كتير لحتى نحضر. It's for free. يعني نحن بالعائلة بنحب الموسيقى. عائلة بيجمعنا. فينا جايين من فرنسا مش يعني بس من لبنان، لو فرنسا هي عملتها في كمان من كل الدول عم بيشاركوا فيها. بيرجوا مواهبهم للعالم اللي بيكونوا ما بيعرفون وما بيعرفوا يقرأوا موسيقى. مدينة مثل بيروت عم تحتفل بعيد هالقد منوع، هالقد بيشملنا كلياتنا وهالقد عنا مساحة فيها نحتفل بثقافاتنا. كل سنة عن سنة عم بزيد كمان عدد المشتركين معنا وعم نشوف انه في ريلي مهارات كثير كبيرة بلبنان. دو لا ميوزيك مهرجان ينظم سنويا بدعوة من المعهد الفرنسي بلبنان وجمعية اللبنانية للمهرجانات الثقافية وبرعاية وزارتي السياحة والثقافة. فكان وسط بيروت على الموعد مع حفل موسيقي أعطى مساحة لمواهب أخذت من هالمهرجان فرصة لإظهار قدراته وأيضا فرصة للتعرف على فرق عالمية بموسيقى البوب والموسيقى الإلكترونية الشرقية. جايين أنا ورفقاتي من المدرسة عنا أغاني لنغنيها، بحس بشعور كتير حلو والكل بيكون عم يحضرنا. نحن عنا أصوات حلوة بس بدنا العالم تسمعنا وتعطينا فرص. موسيقى حلوة بتهدي بالي شوي صغيرة، حلو بسط، حلو كل شيء. أنا مع الصغيرة قديش مبسوط اليوم، ما بدي أروح على البيت. بتعيش شوي البلد. أنا الباندات عم بكونوا كتير حلوين وهلا شفنا تنشوف هلا بعد شو جاية جروبات. شو ديون هاي؟ الموسيقى هي غذاء الروح، ف
يعني في الواحد يتذوقهم بكل بلد، وهيك بتصير عنده هيك طبخة كتير لذيذة وطعمه. ومرة مبسوطين بلبنان وجو لبنان والميوزك، مرة جميلة، الحياة جميلة. نحن مع تقرير من وسط بيروت وعيد موسيقى ممكن عم نوصل لختام حلقتنا لليوم. بكره اكيد حلقه جديده بتمام الساعه 7:30. باي باي.